طارت إن بادل إيه؟ يعني البادل معروف إن آخر فترة مو بس يعني نتكلم بالكويت ولا بالخليج بالعالم كله هي الترند انتشرت بكل مكان بشكل وايد قوي. قاعد نشوف حتى الفيديوهات بالسوشيال ميديا قاعد يعني تصير بطولات هنا وهناك وبكل مكان بالعالم، وهو شيء حلو إنه يكون ترند ورياضة، يعني حتى اللي له شغل بالرياضة واللي ما له شغل قاعد يلعب بادل. بس اليوم احنا شنو؟ احنا اليوم نبي نعيش حياة بطل بهاللعبة اللي هو انتي. فايش بيصير اليوم؟ البادل نقدر نقول بلشت يعني صارت ترند من ايام كورونا، ايام كورونا خصوصا وقت الشاليهات، الملاعب وايد زادت هناك وقت الحظر الكلي وقت الحظر الجزئي، الناس حكرت فقامت تلعب بادل. البادل تعتبر لعبة سهلة مقارنة بباقي الألعاب. يعني أنا كنت ألعب تنس أرضي من وأنا صغيرة، وكنت بالمنتخب لمدة 3 سنين. بلشت ألعب بادل بالأكاديمية اللي كنت أتدرب فيها كمنتخب يعني، وحبيتها وايد، فكانت تعتبر سهلة بالنسبة لي. حلو. مع الوقت بلشت تصير في بطولات، قمت أشارك، كنت للحين يعني لاعبة تنس، بس حبيت البادل لأن معاي بارتنر، وهذا الشيء مو موجود بالتنس. التنس تعتبر لعبة فردية. صح. فلما بلشت قولي. صدق يسمونها تنس بس حق متان؟ لا مو صحيح، لا مو صحيح. ما تعب بس توقف وانت تمسك مضرب وتطق من اليسار، ما له داعي تروح. لا مو صحيح، يمكن حق المبتدئين. شوف اليوم. تعب وايد، خصوصا بالليفل اللي احنا قاعد نلعبه. يعني احنا الحين رايحين نتمرن بأكاديمية بلاي بادل. حلو. اللي تعتبر من اكبر واقوى الاكاديميات البادل بالكويت، طبعا متميزة باللاعبين الموجودة فيها من بنات وشباب، البطولات الكبيرة اللي تسويها، وحرفيا فعليا كل شيء يحتاجه اللاعب موجودة في الأكاديمية. حلو وايد حلو. تفضل عزيز. دام فضلك. بيتنا بلاي بادل. الله ما شاء الله وايد مبارك. أشوف أي واحد راح أخذ اليوم؟ اختار لي عجبك من اللي فوق. هاي كنا هذا. أوكي، هذا من أقوى المضارب باي ذا واي. فعلا تعال تختار. أي طبعا راح تحتاج بعد جوتي عزك الله. حلو. عشان تتفادى الإصابات بالملعب. أوكي. هم اختار لي عجبك. إن شاء الله في مقاسك. إن شاء الله. أحب الأزرق أنا. أوكي. وطبعاً تحتاج تيشيرت من هذيلة. أخي أقول هذه احتياجات لاعب البادل. صحيح. المضرب، الشوز، وبنفس الوقت خلينا نقول تيشيرت. أيوة. ما شاء الله وايد شيتات حلوة قاعد أشوف. فالواحد يحتار. لا احنا مجهزين لك واحدة اليوم. صدق عاد؟ إيه. كاستمايز. لا. أوه. عليها اسمك. شغل عدل. لا انت متحمسون اليوم زياده. اي بس اوكي جاهز اكثر من يلا ليتس جو. كاستمايزد وعلى اسمي بس. يلا ليتس جو. اوكي يس يس هذا بدايه الخير. طارق الحين بلش من هالصوب من هني يا عبد الله. يلا طقها بالمربع. ماشي. اوكي تمام. يا بعدين على طول تروح بوزيشن مالك، فتطق وتروح دايركت. اوكي اوكي انا الارسال اجين بالمربع. اوكي يلا ارسال ارسال بس تروح هني طق لها. ماشي. ايه طق لها. ايوه حلو يلا كمل معلش. المرة الجاية داخل الملعب. إيه بس فكر. السكور 3-0. الحين من هني. من هني نفس الشيء على إيمان. أوكي يلا حلو يلا ممتاز كمل حلو يلا معلش 4-3 لهم. خسرنا ايه اقول حق احد ماكو حق احد يسوي حق احد يسوي المثل المفروض نفوز احنا المفروض نفوز شال حلقه اما ما قاعد يفوزونا شو تسوي؟ اه وانت حتى منافس جوتي بادل.
شلونك بعد المباراة؟ اللي قال تعبان؟ البادل سهلة أبي بسالفة. أبي بسالفة. موتنا سلمتان. لا لا كلش أبدا أبدا أبدا. بس أداء مشرف والله. لك طبعا. أداء. شلت الملعب كله. تلميذك. تلميذك كان. لا سمعت توجيهاتي وطبقتهم و. شوف بس دائما شو أقول لك؟ أقول لك يعني أنت ما يصير تستانس. إي. إلا بعد نهاية. آخر نقطة. نهاية. آخر نقطة طبعا إلى آخر نقطة. فاا والعمرة بالنهاية فمريم. نبي. لنا البطولة أنا قلت لك بس لنا تم بس تم تم زي ما نعرف شنو التمرين الثاني إيش راح يصير بالضبط؟ الثاني هو بوليز البولي اللي هي تعتبر الضربة الهوائية تأخذ الكرة تطقها قبل ما تطق الأرض. أوه أوكي هذه أصعب صح؟ مفروض إنها أسهل. مفروض أسهل. إيه مفروض أوكي. إنها أسهل وفي منها اثنين في طقتين. في الفور هاند فولي وفي الباك هاند فولي اللي هو الضربه الاماميه حلو والضربه الخلفيه اوكي عاده الضربه الخلفيه تكون اصعب من الضربه الاماميه فخلينا نشوفك الحين يلا اي ضربه شوف ونجرب اوكي يلا حلوه يلا يلا عزيز يلا يلا 3-1 يلا نايس معلم 3-2 خمسة لنا. احنا ماتش بوينت. يلا. اوقف جدام. اوكي.
الحين ناخذ النقطة ناخذ البطولة. يس 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 وي ويل دو ات. يلا ما عليه ما عليه. 6-5 6-5 شوي شوي عرح عرح. مبروك عزيز. إيه مريم، وبعد هاليوم الطويل هل في مثلاً تدريبات معينة أو يصير الموضوع مثلاً تلعبون تمرين معين أو معسكر تسويش؟ شو الأجواء قبل البطولة؟ عادةً مثلاً نفرض البطولة بعد شهر. حلو. مثلاً أول أسبوع نكثر تمارين مع المدرب اللي هو باسكت يعني فيدينج. كثر ما يعطيك كور كثر ما تحس يعني شلون اشرح لك، يمسك الباسكت المدرب يوقف نفس ما سوينا اليوم، يوقف وبس يعطيك كره ورا كره، فانت لازم تردهم. كل ما نقرب من ايام البطوله لازم يصير في مباريات وديه، كثر ما تلعب قيوم كثر ما تكون مستعد حق البطولات. فخلينا نقول قبل البطوله ان المباريات تزيد مع اللاعبين، المباريات تزيد التمرين يقل. اوكي حلو حلو. زين مريم ما شاء الله قاعد نشوف انا بحول بادل، ليش السبب؟ ليش؟ انا احب السوبونيل. ايه زين، يعني احب ان انا اشتري اشياء ملونه واعلقها عندي من البيت، وكل ما اسافر اشتري الاشياء. فهم ما شاء الله كؤوس وهم ما شاء الله سوبونيل، بس كل واحد لون. ايه فبحول بادل. هذا الحلو بالبادل كل كاس غير عن الثاني. ايه كولكشن ما شاء الله. ف بين كل هالانجازات يعني ابي شعور أول بطولة شلون كان؟ أول بطولة كانت هذه جولف بانك. قبل إيه جولف بانك. والمركز الأول ما شاء الله. مركز الأول أنا ودانا الفلي ماي بارتنر، معظم بطولاتي معاها سواء مركز أول أو مركز ثاني. يعني نجاحك كم بالمية يعتمد على البارتنر؟ نسبة كبيرة يعتمد على البارتنر، نسبة التفاهم، نسبة الكيمستري. لو بعطيك نسبة 50% مثلاً أكثر من 50%. أوكي. يعني أنت تقدر تدش المباراة مثلاً تشوف في حلقة الأضعف تقول خلينا نلعب على هاللاعب الضعيف، بس اللاعب القوي يقدر يتدخل إذا كان هو ذكي. صح أنا استخدمت التكنيك اليوم. إيه صح وما استخدمه ضدنا بعد. صح. فنسبة نجاحي طبعاً يعني تأثر فيها وايد ماي بارتنر، نسبة عالية يعني. حلو، فهم من ضروري ان تختار الباطلر اللي يناسبك ليه امك بسرعه. طبعا لازم نفهم بعض، لازم يكون تفاهم خارج وداخل الملعب، توجيهات حق بعض، مسانده بعض، كل هالامور تاثر. وايد حلو وايد حلو. زين ابي اكثر بطوله تعتز فيها. اكثر بطوله اعتز فيها هي هذه. اوه ايه فضيه الخليج. فضيه الخليج اللي لعبناها على الملعب. كانت شهر 5، اسمها دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة إذا ماني غلطانة. صح كاتبين هي الثالثة. صح ثالثة. اي ولأول مرة يدخلون البادل بهال الدورة. فأول مرة لعبة البادل تدخل دورة الألعاب الخليجية. صحيح، للشباب وللبنات. فزنا فيها بالمركز الثاني الحمد لله، أخذنا الفضية، فزنا على الإمارات بالنصف النهائي. ما شاء الله. وبالنهايه خسرنا ضد عمان، طبعا هم مكتسحين الخليج، ان شاء الله جايينهم احنا ان شاء الله. وهذه والله احلى بطوله عندنا، لان لاول مره امثل الكويت يعني، فشعور غير، شعور غير عن اي بطوله محليه. وايد حلو وايد حلو صدق، الشعور انك مثلا تمثل بلدك وتكون بكون يعني علم بلدك على تيشيرت مالك وتلعب تنافس البطوله، شعور لا يقدر بثمن يعني. طبعا تكون بارت من تيم كبير و قدام جماهيرنا وعلى ارضنا، ما اقدر اوصف الشعور صراحه. وايد حلو وايد حلو. مريم لو بسالك شنو يعني الفشل؟ فشل؟ اي ماكو فشل، بس نقدر نقول مرات طبعا خساره مباريات مهمه. صعب اني اتخطى للامانه، يعني مثلا اذا امس خسرانه صعب اني اقوم باكر وانسى.
بس هذا الشيء يعطيني دافع اني اي كيب جوينج واتطور واحسن من نفسي. الخساره شويه عندي صعبه يعني. اخر نصيحه تنصحين حق كل رياضي اطلع هدف قدامه بطوله كبيره يبي يوصل لها؟ دائما لازم يكون في هدف، دائما الواحد يحط هدف قدامه ويحاول يسعى له، لان من غير هدف الواحد ما راح يوصل. شكرا على وقتك مريم، للامانه اليوم استمتعت واستفدت منك وايد. سلام. وقلت لك هاللحظه هالحلقه هذه ما راح انساها، لان اول مره افوز ولو لا ما صار هالشيء. مو اخر مره. لا اكيد دامت موجوده خلاص تراميمك تحت الحين. شكرا ان شاء الله يعني نحتفل دائما من الانجازات الغاده باذن الله. مشكورين مشكورين، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك.